مرحبا طلاب، ورجعنا وياكم فيديو جديد ولسن جديد. بهذا الفيديو طلاب راح نتطرق الى اللسن 5، الدرس الخامس. الدرس الخامس ما عنده اي قواعد، ما عنده اي قواعد، عندنا فقط تمرين واحد. هذا التمرين مهم، هذا التمرين مهم، هذا عندنا بالنشاط. شوفوا طلاب، هنا عندنا ذني باللون الاسود كلمات اكو لهن معنى اللي هو يكون باللون الازرق. زين، انا بالامتحان شلون احفظهن؟ خلينا اجي هسه اقراهن ونعرف معناهن واقول لك بالامتحان شلون يجي. شوف هسه عندك اول كلمه اللي هي برانشز. برانشز شو اللي معناها؟ معناها بارتس. بارتس زين، اللي هي معناها اجزاء او فروع. طبعا ذن فيها نفس المعنى، نفس المعنى يعني. عندنا جوين. جوين شو اللي معناها؟ بيكم ا ممبر اوف، يلتحق او يكون عضو في شيء ما. هيج. ثلاثة انستول، هاي هسه من تنصب برنامج اذا اللي تليفونه باللغة الانجليزية او عنده حاسبة او لابتوب، تلقى كلمة انستول معناها ينصب. بوت ان معناها ينصب. اربعة مينتين، شنو معناها؟ ميك شور ات كيبس وركينج، يصون او يحافظ. زين. خمسة اوفيسر، سمون ان ا هاير بوزيشن، ضابط. الاوفيسر معناها الضابط، اللي هو شنو؟ شخص يعني شخص ما، شخص ما بمكان مرتفع، يعني هاير بوزيشن. ستة سوبرفايز، شنو معناها؟ يشرف على. زين، اللي هي بالانجليزي شنو معناها سوبرفايز؟ بي ان تشارج اوف. حلو، طبعا هاي الجمله جتني ب 2015 دور الثاني. الجمله الاخيره سيفيليان، شنو معناها هي بالعربي؟ معناها مدني، وهاي جتنا ب 2015 دور الثاني هم. زين، بالانجليزي معناها شنو سيفيليان؟ معناها اوتسايد ذا ميليتري، معناها شنو؟ خارج الجيش. يعني نفرض مثل وظيفه مو بالجيش عسكري، لا وظيفه ثانيه مدني. واضح؟ زين، انا هنا شلون احفظ هذني؟ تحفظ الكلمه باللون الاسود ومعناها بالمقابله باللون الازرق، الاسود بالازرق، الاسود بالازرق. بالامتحان شلون تجيني هاي؟ هاي طلاب، طلاب تقريبا 90% تجيني اسقاطات. يعني مثلا ينطيني هاي الكلمه البارتس او ينطيني هاي فوق انا انزل، او العكس ينطيني هاي جوا مثلا رقم واحد برانشز وبارتس اكتبيها فوق انا فقط انزلها، يعني اسقاطات. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه يجيك وصل، ماتش وصل، مثلا ينطيك برانشز رقم واحد وهنا اي بي سي دي اي اف، نعطيك اياها البارتس، انت فقط قول رقم واحد ويل اف توصل، يعني يا اما توصيل ماتش او شنو اسقاطات. واضح؟ هسه ممكن بعض الطلاب يقول هي ما دام اسقاطات ووصل ليش احفظها انا واتعب روحي؟ مو انت عندك كتابك ومنهج السادس، عندك مفردات هواي، مفردات هواي، واذا لاحظتوا بالدرس السابق كان عندنا مفردات الاختصارات وكذا وكذا، يعني مفردات عندكم هواي. فانت اذا تقول فقط هيك وهيك احتمال راح تشبك يمك، بينما انت من تحفظهن لا راح يظلن ببالك، بحيث حتى من يجن تعرف هاي المن وهاي المن. واضح؟ هذا كان فقط عندنا بالدرس الخامس. وهاي حاليا طلاب وصلنا وياكم الى نهايه حلقه ولسن اليوم، فنلتقي ان شاء الله غدا بفيديو جديد وبلسن جديد. مع الف سلامه.